والله العظيم عايز اقول لحضرتك على حاجه، من كتر الشغب اللي بيحصل هنا، كتر الشغب والاهمال، لهم حق ما يسالوش فينا. انت بتطالب بتعويض؟ بتطالب بتعويض؟ طيب اكيد طبعا. انت بتطالب بتعويض كام؟ الخساره الخاصه بيك من كام لكام؟ الخساره الخاصه بينا خاصه بيك انت، خاصه بي انا حضرتك. يعني انا بالنسبه للناس التانية ما تذكرش، يعني مكتب يساوي 1.5 مليون، مكتب في شغل يساوي 1.5 مليون فلوس ناس. بتاع محمد ده، مع احترامي ليك، محمد رمضان ده اكتر واحد خسر فيهم، ابن عمي اللي هو في الدور الثاني ده. معانا هنا محمد رمضان؟ لا ولا ده، ربنا يقويه على حاله في المستشفى حضرتك. لا اغمى عليه من الحريقه بس، يعني مفيش حاجه، لا مفيش حاجه حصلت له، عنده بضاعه بس تخص هو 1.5 مليون، ما بالك مع بضاعه المكاتب اللي واخدها منها والمصانع تعدي 1.5 مليون برضه، وكان عنده خزنه في مكتبه تمام. فطبعا كل ده راح، يعني خسر الراجل ده على الصبح كده 4 مليون جنيه وهو مش حيلته في حاجه ماديا، يعني معنويا دي يعني مع احترامي ليك هتتعلق، انت الخساره دي مش عارف يعوضها شاع عمره، ونص التلات ارباع الفلوس دي فلوس مصانع ومكاتب وصلك يا فندم، يعني مش فلوسه يعني، يعني هو اصلا متدين بيها، اللي خسره ده كله هو متدين بيه، مش بتاعه ده، كل ده مش بتاع الناس، كل ده بتاع الناس مصانع مش حاجته هو. طب احنا كنا بنسالك قبل انقطاع البث المباشر، وده سؤال جماهيري، يعني من السؤال انا كمراسل، سر كثره الحرائق في العتبه. طبعا انت كنت جاوبتني، ولكن يعني سوء حظ اللايف قطع. وجينا بقى منك تاجر هنا في المكان، ليه في العتبه هناك كثره في الحرائق؟ كثره في الحرائق من اهمال يا فندم، اهمال من الناس اللي في العتبه، ولا تقصير من الشرطه حضرتك، ولا تقصير مع احترامي ليك من شركه الكهرباء، ولا الكلام ده. انا لما احط لك الجاز جنب النار جنب المنزيم هتعمل ايه؟ هتولع يا فندم. ما انا ما اجيش احط مع احترامي ليك مكان فيه غاز واسيب لندا ولع، في اي وقت لو النور قطع وجه ممكن تعمل شرط تبهدل الدنيا، يعني حاجه تافهه زي كده تخسر ناس بملايين ملايين حضرتك. يعني مع احترامي ليك، يعني الناس اللي تعبت دي، محمد رمضان ده يعني عشان ذكرنا اسمه بس، فاحنا هنكمل في قصته هو بس. قسما بالله، قسما بالله، الراجل ده اتبنى من تحت السقف، شقيان شقى ما يعلم بالله ربنا، ربنا شاهد على كلامنا، يعني ربنا عوض عليه والله. يعني نزل امبارح بالليل وقع على الارض اغمى عليه، الراجل ده يقول اربع اوصل، بيته وبيت اخوه فاهم، ومعاه اتنين تاني شغالين معاه هنا، واتنين في المكتب فوق. فحضرتك الناس دي كلها حالها وقف، غير اللي حالها وقف اللي هي اتداني، وغير اللي اتداني يعني هو اكيد ماضي وصولات على نفسه، يعني هو مش فيش مكتب مصنع دلوقتي هيديك بضاعه ب 500,000 جنيه بس، غير اما اديك وسط بمليون عشان يضمن حقه اللي هو راجع له عشان تستمر معاه. طب كلمنا كده، محمد رمضان ده خسر كام تقريبا يعني النهارده؟ والله خسر في 4 مليون جنيه. 4 مليون؟ يعني احنا فعلا لما بنقول خساره بالملايين، يعني ده لا لا كلمه مش هينه يا فندم، خساره بالملايين ده صح، خساره بالملايين فعلا صح فعلا. يعني مع احترامي ليك قسما بالله، اللي انا اعرفه ومتاكد منه ان محمد رمضان ده اقل واجب 4 مليون جنيه يا فندم.